باشا ابني وجوزي محبوسين جوه. ابنك وجوزك الاخوان؟ روحها مدام. اخوان ايه بس، هما ما عملوش حاجه. انا مفيش يتقبض علينا يا عم، ما عملناش حاجه تقبض علينا ان احنا اخوان بالغلط. وترازي على جنب مش نقصان. العبد لله يتكلم باسم الاخوان اللي في العربيه، كلكم تيجوا في ناحيه واحنا في ناحيه عشان نقلل المشاكل. بس دي نتكلم معاكم يا اساس. Are you with us؟ لا تبعهم يعني. خلاص قفلتوها ان الناس يتبعهم يتبعكم. عندنا في المدرسه كنا بنلعب عسكر واخوان، واحنا كمان، بس احنا عندنا الاخوان كنا بنمسكهم ونعدمهم. احنا عندنا اللي بيتمسك من العسكر بيتذبح. هو انا شعري كده مظبوط؟ شعرك احلى حاجه في الدنيا يا مان.